السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ ربكم بخير. ثانوية عامة 2021 اللي خلصوا ثانوية عامة كفار يا شباب. عايز اتكلم بسرعة كلمتين كده بساط عن النتيجة. للأسف النتيجة كانت امبارح وكان في مجاميع وحشة جدا جدا جدا، والناس اللي كنا مستنين منهم تسعينات وأوائل الجمهورية للأسف 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 نازلين لحد الأربعينات، وناس شايلة مواد كتير، فللأسف حاجة وحشة جدا 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 جدا. فأنا عايزكم الأول تشير الفيديو ده في كل مكان، أي حتة يعني. بص، حتى لو أنت مش في تالتة ثانوي، الشير للفيديو دوت هيخدم صحابك واخواتك وقرايبك اللي في ثالثه ثانوي ان شاء الله. فشير الفيديو ده في كل مكان تعرفه، واتساب بقى وجروبات فيسبوك وكل حاجه، شير الفيديو ده في كل مكان. تمام. دلوقتي الناس كنا مستنيين منها مجاميع في السماء، وللاسف اتخسف بيها الارض وتحت الارض كمان. مهما نسكن في الناس ومهما نقول لهم كلام حلو مش هيكفيهم، يعني مهما اقعد اقول للناس كلام لذيذ وكله خير والخير لسه جاي، واحد شايل مادتين هعوضه بإيه؟ يعني إيه الكلام اللي يخلي واحد شايل مادتين وجايب 50% أو جايب 60%؟ إيه الكلام اللي يخلي واحد ده يتسكن كده وجراحه تشفى؟ مفيش كلام، مفيش كلام حرفيًا، تمام؟ فشباب عايزين أول حاجة نطالب الناس اللي مسؤولة عن النماذج الإجابات. أول حاجة، أول طلب لينا، أول طلب، دي حاجة ضرورية جدًا جدًا جدًا، ما ينفعش نكمل الفترة الجاية من غيرها. ما كانش ينفع اصلا التظلمات تتفتح قبل ما هي تبقى موجوده. لازم 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 نماذج الاجابه تنزل، نموذج اجابه الامتحان ينزل، بحيث انا كطالب اعرف والله انا كنت حلل صح ولا حلل غلط. يمكن انا اللي حلل غلط وانا مثلا عمال اصيح على الفاضي وانا فاشل اصلا، صح ولا ايه؟ يمكن انا اللي مش عارف احل، ويمكن انا اللي مش عارف اوزن درجاتي كويس، وكنت حاطط امال وطموحات بره عني اصلا، وحاجه مش على قدي، كنت راسم مستوى اكبر مني بكتير، صح ولا ايه؟ لكن لما تنزل لي مستوى، لما تنزل لي النموذج بتاع الاجابه، يعني انا هعرف انا فاشل فعلا ولا انا مظلوم. تمام. فاول حاجه احنا بنطالب بنماذج الإجابة في كل المواد، لازم نماذج الإجابة في كل المواد تنزل. تمام. لازم لازم لازم، دي أول حاجة. تاني حاجة، الشباب اللي هم جايبين درجات وحشة، وإحنا كنا يعني كانوا رسمين درجات كويسة، أو كانوا متخيلين إن هم هيجيبوا درجات كويسة فوق 90 يعني، وجابوا درجات وحشة جدا جدا. عايز أقول لكم يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خلي كل اللي على لسانك إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكثر من الاستغفار بإذن الله، ربنا يكرمك ونعرف نرجع حقك كويس. وانا معاكم وفي ظهركم ان شاء الله، ودايما هبقى صوتكم اللي بيوصل للمسؤولين والناس المسؤولة عن ثانوية عامة وما الى ذلك يعني. وان شاء الله بنعرف نجيب حق الناس اللي هم مظلومين، لان مش معقول كل الناس ديت، مش معقول كل الناس دي يعني هبل، ولا هم مثلا بيستعبطوا، او كانوا رسمين حاجة مش على مقاسهم، او كانوا مثلا عايزين مجموعهم لا يستحقوه. تمام. مش معقول ان كل لجنة كاملة مثلا تروح شايلة فيزياء وكيمياء. مش معقول ان طالب ينقص يجيب مثلا في تلات مواد نفس الدرجة 15. مش معقول ان طالب يجيب في نفس التلات مواد نفس الدرجة 30 من 60. مش معقول، دي حاجة ما بتحصلش يعني، الصدفة مش هتحكم للدرجات دي. تمام. فشان الكلام، الشباب اللي جايبين مجاميع وحشة، يا شباب اجروا ورا درجاتكم، موتوا نفسكم ورا درجاتكم، مش موتوا نفسكم تنتحروا، اوعوا اوعوا، مش حاجة تستاهل، مفيش حاجة تستاهل ابدا. الشاهد انك تتعب ورا درجاتك ده، ايه، اجتهد واتعب ورا الدرجات، قدم تظلم، ليك درجة واحدة بس، حاسس ان ليك درجة واحدة بس، درجة ممكن تنجحك، هاتها اجتهد وراها. هسيب لكم في وصف الفيديو او في الديسكريبشن التفاصيل بتاعت التظلم، وتقدم تظلم ازاي وتعمل ايه. دوس على الفيديو، دوس على عنوان الفيديو، هيجي لك الديسكريبشن او الوصف، هتلاقي فيه الستيبس او الخطوات بتاعه التظلم. تمام. لازم، حاسس ليك درجه نص درجه، يعني انت عارف لو جبت 95 او 99 حتى وحاسس ليك نص درجه، اوعى تسيبها، اوعى. تمام. وبعد ما يجي لك درجات ان شاء الله هترفع قضيه، هيجي لك فلوسك، متفقين؟ زي الفل. دي اول حاجه، او دي تاني حاجه مثلا، ولا تالت حاجه يعني، ولا رابع حاجه، مش عارف، انا اصلا دماغي مش معايا ومش مستوعب الصدمه اللي حاصله مع طالب الثانويه العامه، لان هم لسه اصلا مبلغاني النهارده، العيال يعني امبارح من الصدمه. انا برضه عمال اقول الناس ما بعتتش ليه، الناس ما بعتتش ليه، اتاري يعني العيال كانت مصدومه وما بعتوش من الصدمه، يعني اللي هو ايه اللي حاصل ده، اللي هو انا مثلا مستني حاجه و90 الاقي نفسي جايب 40 وشايل ثلاث مواد. ده كلام، ده عقل، ده منطق، ده لوجيك، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. فيا شباب اللي ليه درجه
ما يسيبهاش، واللي ليه نص درجه ما يسيبهاش، ومحدش يسيب حق، ومحدش يسيب حق، وكلكم قدموا تظلم. اي حد حاسس ان له درجات يقدم تظلم، تمام؟ الخطوات بتاعه التظلم في الديسكريبشن تحت الفيديو، في وصف الفيديو هتلاقي الخطوات بتاعه التظلم. خلاص كده. طيب الناس اللي جابت مجموع كويس الف مبروك، والله يعني فخورين بيكم. طبعا فرحتنا بيكم اكيد مش هننساها، ومش هننسى نفرح بيكم اكيد والله العظيم. لكن كل الفكره ان احنا عايزين نرجع حق زميلكم، لان هم شطار زيكم والله، واستحقوا زيكم يعني. فالف مبروك. والوعود اللي وعدناكم اياها ان شاء الله، الناس اللي معنا في الكورس اللي وعدناهم بالبلط والسماعه وجهاز الضغط وكل الكلام ده، باذن الله هنتقابل، وباذن الله كل واحد ياخد الهديه بتاعته. لكن عايزين بس نحاول نرجع حق زمايلكم الاول، ونشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. يبقى احنا يا شباب عشان بس نكون مسستمين نفسنا، عاوزين اول حاجه نماذج الاجابات، نماذج الاجابات تنزل. تاني حاجه اي حد ليه درجه لازم يحارب وراها، لازم تسعى وتجتهد وتعمل تظلم وتجيب الدرجه بتاعتك. خلاص ده كده فيديو سريع، واي جديد اكتبوا لنا في الكومنتات، تمام؟ اي حد يعمل تظلم ان شاء الله يقول لنا برضو عملت تظلم يوم كذا والخطوات كذا، ولو في صعوبات مثلا يقول لنا برضو، يبعت لنا على رسائل الصفحه وعلى الفيسبوك يعني، وعلى اليوتيوب يكتب لنا برضو في الكومنتات. بتابع الكومنتات من وقت للتاني، فبلغونا التفاصيل اول باول عشان بس زمايلكم يستفيدوا، اللي عايزين يعملوا زيكم يعني ان شاء الله، تمام؟ بس كده، ده كان فيديو كده حبيت ابلغكم فيه، او حبيت اقول فيه اللي الطلبه عايزه تقوله عشان نوصل صوت الطلبه للناس. عملت فيديو على فيسبوك وفيديو على يوتيوب، وكلكم شايفين الفيديو في كل مكان. نتمنى يا سياده المستشارين بتوع وزاره التربيه والتعليم، عايزين النماذج بتاع الاجابه، عاوزين نماذج الاجابه، عاوزين نماذج الاجابه. انا كطالب اعرف ازاي ان انا فاشل، او حضراتكم اللي عندكم حق لما سقطوني، انا عايز اعرف مين فينا اللي على حق، انا عايز اعرف، تمام؟ عايز نموذج الاجابه بحيث لما ابص فيه اعرف انا حليت صح ولا حليت غلط، بحيث اعمل تظلم وادفع الاف ولا ما اعملش، تمام؟ بس كده. شاروا الفيديو في كل مكان، ابعتوا الفيديو لكل الناس تشاروا، علشان صوت الناس اللي في ثانويه عامه اللي اتظلموا يوصل ان شاء الله. السلام عليكم.